احمد، ايوه انا احمد عبد اهلا بيك العزيز. يا فندم، اتفضل. انا عندي 65 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يبارك لك ويخليك انت وفضيله الشيخ. انا بس عايز اعرف، انا ليا بنت واحده، والبنت بس انا ايه يعني، معلش هي دقيقتين او دقيقه. البنت دي هي وجوزها خدوا كل اللي حلتي سليم. انا مش عايز حاجه، بس انا عايز اعرف هم كان رقم التليفون بتاعهم غيروه، والسكن بتاعهم غيروه، وانا بتصل ما مش عارف، عشان خاطر مش عايز اكون غاضب ربنا. هي طبعا نفضتني خالص، بس انا مسامحها برضه، لكن انا عايز اعرف هل انا دلوقتي كده مقصر؟ انا ما اعرفش حاجه عنها، لان جوزها من النوع اللي هو الله يسهل لهم، الله يسهل لهم. حضرتك عندك بنت واحده بس، ما عندكش اي اولاد تانيين خالص خالص؟ وزوجة حضرتك موجوده ولا مش موجوده؟ متوفية. الله يرحمه. متوفية طبعا. لكن انا عايز اعرف، انا حابب ربنا يعني غلبان عليا ولا ايه؟ انا مش عارف، انا يعني نفسي اعرف. طيب يا استاذ احمد، هستاذن حضرتك، ممكن تسيب لنا رقم حضرتك في الكنترول؟ خدوا رقمه بعد اذنك. يعني والله يا بختك بقلبك، ويا بختها هي بيك، ان يبقى في حد جواه كميه التسامح ده والرضا ده، وان هو مسامح في اي حاجه، وكمان رغم الظلم ان هو عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك انا سمعت بس انا المكالمه؟ عايز اقول رساله لبنته ولزوج بنته. طبعا عايز اقول لهم ان الراجل ده لما وصل للستين، ربنا يوم القيامه هيوقفه بين ايديه ويقول له يا عبدي اني استحي ان انشر لك كتابا او انصب لك ميزانا او ارفع لك ديوانا. لما وصل للستين؟ طبعا. اشمعنى؟ الله هل حضرتك تقصد الله يجل السن. الله يجل السن. فإذا وصل للسبعين قيل هذا أسير الله في أرضه. تخيل كده، أما ده يقف قدام ربنا، ربنا يوم القيامة يستحي منه، فأولى أن نستحي نحن منه باستحياء الله منه. أنا عايز أقول للبنت دي، خلي بالك من الأمور المهمة جدا اللي عايز أقولها لكل الناس، للبنت دي ولكل الناس. احفظي حاجة واحفظوها، حطوها نصب عينكم، ان صاحب بر الوالدين لن يموت ميتة السوء ابدا. طبعا. ولن تضينه الدنيا ابدا، وسيختم له بحسن الخاتمة رغم انف كل الناس. وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي، مهما فعل من ذنوب ومهما فعل من اثام، حتما ربنا هيرزقه ساعة يتوب فيها عليه. ده في صحابي كان اسمه سارق الخيل، بيسرق خيول يا أستاذة لمي، لكن كان في صفة جميلة قوي قبل ما يسلم، كان في صفة جميلة قوي، بعد ما يخلص السرقة بتاعته يحلب اللبن ويروح يستنى جنب أبوه لما يصحى يسقيه، فأبوه دعا له بالهداية، فإذا بربنا ينير قلبه للتوبة فيتوب فيذهب فيسلم عند رسول الله في حضرة النبي. لما سمع عن بره بأبيه يحرك اسمه ويغيره من سارق الخيل باللام إلى سارق الخير بره. يا سلام. تخيل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول للبنت دي، للبنت دي ارجعي الحقي نفسك قبل ما تفقد الراجل ده. انا عايز بقى هتخبط دماغها في الحيط. اخد النموذج الجميل ده، النموذج الجميل ده اللي هو يسامح رغم انه مرغم اخذ ماله، كان الاولى واخذ كل شيء، انه يبقى بيبكي مش كده عشان بنته صح خدت ماله منه فلوس وتعبه، ده هو بيبكي وشقال. عشان مش عارف يطمن عليه، عشان يعني مش عارف يصل رحمه. الله يهديك يا شيخة. هو ربنا غضبان عليا؟ لا يا عم احمد، ربنا مش غضبان عليك يا عم احمد، بس خلي الاستاذه لميا تعمل لنا مره نتكلم عن الفرق بين الابتلاء والبلاء. عيني البلاء
لأهل الكفر والعصيان، والابتلاء لأهل الإيمان والرضوان، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ده ربنا يا عم أحمد بيوصلك لدرجة وليمحص الله الذين آمنوا، علشان يشدد عليك بكل ذنب انت عملته. فإذا لقيت ربك يقول لك لقيني عبدي طاهرا بلا ذنب فأدخلته الجنة، هنيئا لك الجنة. ولذلك عم أحمد سبقتني وأنا بقول للأستاذة لميا لما بتقول لي الجنة صلاة وصوم وزكاة، لا لا، ما ضاعت الأمة إلا يوم أن انشغلنا بالظاهر فقط. أصبحت الصلاة والصيام والزكاة شعار الإيمان، نعم هي فرائض، نعم تكليفات، نعم حاجات تانية ندخل كتير. الجنة بغيرها، نعم أول ما يحاسب العبد عن يوم القيامة الصلاة، لكن ضع نصب عينك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومرة تانية لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من حقد، ومرة تالتة مثقال ذرة من غل، ومرة تالتة وربعة وخمسة لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من حسد. عايز يقول ايه يا رسول الله؟ عايز يقول كما اشتغلتم بطهارة الظاهر طهروا الباطن. تعرف حضرتك كان دايما مشايخنا يعلمونا في الفقه واحنا في اولى اعدادي وفي تاني اعدادي في الازهر، اسأل الله ان يحفظ الازهر ورجاله، كان يقول لك يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إسباغ الوضوء، عايزك وانت بتغسل ايدك اغسل قلبك. لما كنا نسأل مشايخنا هو احنا ليه ما بنخشعش في الصلاة، ليه ما نبكيش، ليه ما بتبقاش زي ما بنقرأ عن الصحابة كأن الكعبة تمام، يقول لك لا اصلك انت ما طهرتش الداخل يا ابني، انت اهتميت يا ابني بشعرك واهتميت بوشك واهتميت بدراعك بالامور الدنيويه، لكن يا ابني القلب، القلب يا حبيبي، لماذا؟ لأن الله يطلع على القلوب. صحيح.